السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم عندي. واليوم قراءة لبرج الحمل الشمسي والقمري والطالع لشهر جوان أو يونيو. ولا تنسوا أنها قراءات معممة، قد تنطبق على البعض منكم وقد لا تنطبق على البعض الآخر، ولذلك خذوا ما ترتاحون إليه من الرسالة وما ينطبق على مشاعركم وعلى وضعيتكم، والآخر اتركوه يرحل بسلام، فهناك شخص آخر يحتاج لهذه الرسالة. ولا تنسوا استشارة البرج الطالع. واخا، إذا غادي نشوفوا القراءة ثم سنرى ما هي رسالة ملائكة الحب والنصيحة السحرية. كنتمنى لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا ربي الحبيب. بسم الله. عزيزي برج الحمل، أرى يعني هنا أنك من جهة أنت في صراع مع نفسك، تريد السيطرة على مشاعرك، ومن جهة أخرى وفي الآونة الأخيرة أنت تسعى للتغيير. يعني أرى أنك تريد أن تغير، يعني تغيير عاطفي، يعني تريد أن تسيطر في مشاعرك، وكذلك تريد بداية جديدة، وأنت في يعني في مرحلة وعي جديد، وتريد التحرر من الماضي، نعم، ومحاولة النسيان. هذا ما أراه. يعني أنت هذه كارت القوة تقول أنك يعني بدأت، يعني بدأت تستيقظ يعني من مرحلة، ربما عشت قصة عاطفية أو كنت في علاقة سلبية نوعا ما، واخا، وأنت تريد بناء حياة جديدة، واخا، بعيد عن هذا الشخص الذي ما زلت تحبه. هذا ما يعني هذا ما تقوله هذا الكارد، أنت ما زلت تحب هذا الشخص، لكن رغم ذلك أنت يعني تخرج القوة من داخلك لكي تنسى هذا الإنسان وتعيش حياة جديدة. وأنت انظر، يعني أنت بنيت يعني غرفة عقلية نظيفة وخالية، يعني ليس بها أي أحد، يعني غرفة عقلية، نعم، يعني أنت تريد أن تكون لوحدك لتفكر، نعم، وربما تقوم بالمديتيشن كذلك، واخا، ولكن عندما تنام أنت تحلم بهذا الإنسان، أنت ما زلت تحبه، وفي هذه الغرفة يدخل هذا الشخص الذي تحبه، نعم، يعني تشتاق إليه، ما زلت تحبه كثيرا. لكن أنت يعني متفائل وتمارس الاستغناء، يعني ترك الأشياء لحالها وبيد الخالق، يعني ترك كل الأشياء السلبية، تريد الوصول للسعادة لوحدك، التي أو ربما هناك شخص آخر جديد في حياتك. البعض منكم ربما أنتم بدأتم علاقة جديدة وهناك شخص جديد في حياتكم، لكن هذا الإنسان لا يرحل أبدا، لا من عقلك ولا من قلبك، واخا، هذا الإنسان يعني، لكن أنت تحاول دائما أن تهرب منه، لأنه يعني إنسان لم يكن سلبي، لكن العلاقة لم تكن جميلة، يعني كان هناك ربما انفصال أو خيانة، نعم، وأنت رغم ألمك ورغم مشاعرك تبتعد وتأخذ مسار جديد في حياتك، لكن الذكريات والشعور، يعني الذكريات ما زالت حية في قلبك وفي عقلك، واخا، هذا الحبيب الذي رحلت عنه أو رحل هو، طاقته ترابية ومائية، وكذلك ربما أسدية، كذلك عفوا نارية، واخا، هذا الحبيب لنرى ما هي طاقته. هذا الحبيب، نشوف هذه الاقفزات،
لنرى ما هي طاقة الحبيب. هو كذلك يحاول السيطرة على المشاعر، نعم، لكن هو يحس بحزن شديد وكذلك بالغيرة. فأنت يعني ربما مع شخص آخر أو لديك معجب أو بدأت علاقة وهو يشعر بغيرة يعني شديدة، وما زال يحبك. هذا الإنسان ما زال يحبك، نعم، ويشعر بالوحدة رغم أنه محاط بالناس. ليس مرتاح هذا الإنسان، هو متوتر وهو في حالة كذلك تناقض، وهذه هذا التناقض يحطمه، واخا يريد العودة، يريد العودة، لكن ربما هو كذلك لديه طرف آخر، واخا ربما كانت سبب الانفصال خيانة، فهناك هو لديه ربما طرف آخر، وأنت ربما لديك إنسان جديد، حب جديد في حياتك. لكنك لا تنسى هذا الإنسان، لا تنسى، هو يريد العودة، يريد العودة، يريد أن ينهي هذه يعني هذه المعاناة التي فيها. هذا ما تقوله، يعني نهاية هذه المرحلة التي يعيشها، المرحلة التي يعيشها، لأنه ليس بخير. وخا وهذا الإنسان عزيزي سيعود، هذا الإنسان، هذا الحبيب سيعود، وأنت ستتواجد بين بحرين، يعني أنت تحب الأول لكن أساء إليك، والبعض منكم لديكم إنسان آخر، وهذا الإنسان الجديد، هذا الإنسان، الله، كل ما يريده هو إسعادك. هذا الإنسان، هذا الإنسان كذلك يحبك، كل ما يريده هو إسعادك. هذا الإنسان أنت عزيزي برج الحمل، بسبب هذا التغيير الذي قمت به، يعني أنت يعني قمت بالاستغناء، يعني تركته يرحل ولم تتشبث، يعني بعد المعاناة، لأنك أنت عانيت كثيرا، لكن بعد ذلك فهمت أن لابد أن تترك الأشياء وتقبلت الأشياء، تقبلت الواقع. ماذا حصل عندما يعني أنت ارتحيت ورجعت للسلام الداخلي ديالك، وفكرت وتأملت، يعني قمت بتأمل وتفكير عميق، أنت فهمت أن الأشياء تحدث لغرض معين، لسبب معين. وماذا يحصل؟ ماذا سيحصل بسبب هذا التصرف الحكيم؟ الحبيب سيعود، الحبيب سيعود، وأنت يعني بين بحرين، وعليك الاختيار، إما الحبيب الأول أو الثاني. نعم، يعني قراءة جميلة بزاف. الذي لم يفعل هذا فعليكم أن تفكروا هكذا، يعني التوكل على الله وترك الأشياء في يد الله، فالحياة تستمر، فلك يعني تحدث لك ستحدث لك أشياء جميلة وإيجابية، نعم، تحدث لك أشياء عجيبة، كل ما عليك هو ترك الأشياء في يد الخالق، نعم، وانسى الألم وانسى الماضي، فستصلك المكافأة السماوية الذي عشت، وأفراح كثيرة، نعم، أفراح، أفراح كثيرة، يعني بعيدة عن هذا الشخص، نعم، أنت ستعيش يعني فرح وسعادة لا علاقة لها بهذا الشخص الذي تحبه أنت، نعم، لكن القرار قرارك أنت، فهذا الإنسان سيعود. وأنت من يختار مسار الحياة، وأنت يعني كل شيء في يديك، يعني بسبب يعني غيرتي لا مونتاليتي ديالك، بديت كتفكر يعني بوحديتك، يعني بعد تفكير عميق غيرتي التصرف ديالك والعقل ديالك، وشنو غادي يوقع، اش غادي يوقع، غادي يرجع هذا، يعني من طلقتيه، يعني طلقتيه، نعم، طلقتيه من يديك ومن حياتك، فهو سيعود. هذا كان كذلك قانون سماوي، عندما نترك الأشياء يعني بحالها ونتوكل على الله تعود إلينا إذا كانت مكتوبة ومصيرنا. وهذا عزيزي توأم الروح، للأسف الشديد، لأنه يعني عشتما قصة، يعني قصة صعبة، لكن هو توأم الروح كذلك.
إذن بفضل تقبلك للواقع وترك الأشياء، الكون يعيد لك التوازن، يعيد التوازن إلى حياتك. تحدث لك وستحدث لك أشياء رائعة لا يمكنك تصديقها. أولها تصرف هذا الإنسان الذي سيعود، وأنت كنت تعتقد أنه لم يعود أبدا، لكن سيعود أو سيتصل، فهو نادم على ما حصل. لنرى ما هي رسالة الملائكة. الإجابة لسؤالك تتعلق بابنتك. ربما لديكم ابنة، هذا الكرت بحال خرجت لي في القراءة ديال القوس وعاود تاني خرجت. مهم، ربما لديكم، يعني عندكم بنوتة، لديكم ابنة، أو في العائلة هناك فتاة صغيرة، أو يتعلق الأمر بالطفل الموجود بداخلك. وهذه تقول: قريبا اختر يعني بالتدقيق ما تريده لكي يصل ما تريده في أقرب وقت ممكن. كانت قراءة جميلة، كنتمنى لكم الخير، كنتمنى تحقق كل أحلامكم، وكنتمنى لكم عيد سعيد، وأعوشكم بروكا، والله يحميكم ويحفظكم ليا، وكنبغيكم بزاف. شكرا وبسلامة، إلى اللقاء.